كيفكم اليوم؟ مثل ما كنتم شايفين هيدا اول يوم لي بتايلاند. اليوم حاحكي لكم شغلات كثير مهمه لازم تعرفوها، حتى كمان في شغلات خطره لازم تعرفوها او ما تجوا على هذا البلد. طبعا في شغلات حلوه كثير حتشوفوها اكيد، وكمان في اكيد في جانب سيء حاحكي لكم على الطرفين. مثل ما كنتم شايفين الجو كثير حلو، المي شوي دافيه بس كثير صعب على الفكره. حيكون كمان في 4 أو 5 اجزاء، يا الله، وحيكون كمان في 4 أو 5 اجزاء بسفرتي هون بتايلاند. فاللي ما نشترك بالقناة ينزل لتحت يشترك بالقناة وفعلوا زر الجرس، اهم شيء مشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة. وكمان بدي اياكم تحطوا لنا لايك وكومنت حلو مثل ما خلينا نبلش بالفلوج. لازم يروح بشيء اسمه التوك توك. توك توك هيدا هو اللي شايفينه هون. التوك توك موجود بمصر، بظن اللي عم يحضرني من مصر بيعرف هذا الشيء. انا اللي بعرف انه موجود بمصر، اذا موجود باي بلد عربي ثاني كمان بدي اياكم تخبروني بالتعليقات مشان انا يكون عندي فكره اكثر. هلا حاليا حنروح على البحر وحنسوي باراشوت بالبحر. اسم البحر باتونغ بيتش. هلا حتشوفوه بحر كتير حلو، ححط الجو برو حتشوفوا مناظر من فوق، وكمان ححاول حخلي حدا يصورني من تحت لتشوفوا المناظر كلياتها. باتونغ بيتش. باتونغ بيتش تولد بعد هو صحيح على محيط، بس ما في مثلا اي قرش، ما في اي شيء بخوف لانه مي سخنه، وطبعا المي السخنه ما بيعيش فيها اي كائنات مثل القرش او هيك شيء يعني. شفتوا كانت تجربة كتير كتير حلوة، أول مرة بحياتي بعمل هيك شيء. على فكرة انكسر ضفري يعني، فإذا شفتوا بالفيديوهات الجاية إنه مكسور ضفري ما حدا يعلق لي بالتعليقات. هيدي شغلة بسيطة وكتير صغيرة من الشغلات اللي حنساويها، فترقبوا الأجزاء التانية، ومثل ما قلت لكم فعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء أول بأول. هلا وصلت على أهم نقطة لازم أحكي لكم إياها. أي شخص حابب يجي على تايلاند أو حابب يزورها لازم يشوف هذا الفيديو ضروري، لأنه كتير مهم وفيه شغلات كتير خطرة لازم تعرفوها قبل ما تجوا على هذا البلد. كل بلد له جانب إيجابي وجانب سلبي، حاحكي على الاثنين أكيد. مثل ما شايفين الشوارع هون دائما معجوقة، وممكن تتعرضوا لشغلات خطيرة يلي هي المخدرات. الشارع يلي فايته هلا حاليا هو أخطر شارع بتايلاند، عجقة ما طبيعية. مثل ما شايفين الجزان حاطيته هيك، ممنوع منعا باتا يكون مفتوح، لأنه هون في ناس مهلوسة ومريضة بشيء اسمه مخدرات. أنا يمكن يكون صوتي عالي بس لأنه في كتير ضجة حوالي وكتير عجقة. أحيانا الشخص بيكون ماشي جنبك بحط المخدرات بقلب الجزدان إذا كان مفتوح الجزدان. ليش بيحط المخدرات بقلب الجزدان؟ مشان يبلوك بالمطار، لأنه بال 2017 الدولة طلعت قرار إنه حتى لو السياح أو اللي ساكن بقلب تايلاند يمكن يجمعوا اي نوع من المخدرات دغري على الحبس سجن مدري لكم سنه، فهن بيحبوا انه يبلوا الناس. وغير هيك المشروبات كثير خطيره. كنت تعرفوا ليش؟ شوفوا ليش.
وغير هيك في شيء كتير خطير هي المشروبات. يعني المشروبات اللي انتو بتاخدوها ما لازم ابدا 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 تنترك، لانه انتو مجرد ما تركتوا الكاسة هيجوا يحطوا بقلبها حبة او بودرة او يلي هو، فما لازم ابدا تتركوا الكاسة بمكان ما وانتو تروحوا بعدين ترجعوا وتشربوا من الكاسة. لازم تضلوا حاملين الكاسة وحتى كمان حاطين ايديكم فوق الكاسة. ما بعرف اذا فهمتوا كيف، ان شاء الله تكون وصلت الفكرة. فانا يعني نصيحتي لكم انه الواحد ما لازم يقرب على لا هيك شوارع ولا هيك اماكن. يعني تايلاند بلد بتجنن، فيها جزر كتير حلوة، فيها شغلات كتير حلوة، فيها اكتيفيتيز كتير حلوة مثل مغامرات وهالقصص هيدي، وحيكون مبسوط وحيكون عايش احلى ايامه بتايلاند. وانا مهمتي بفيديوهاتي اني انا انصح ان كان صغير ان كان كبير، اني انا انصحهم ووعيهم على الشغلات اللي ما لازم يسووه حتى لو كان باماكن تانية. انت بشكل عام ما لازم تقرب على هيك امور نهائيا. A few moments later. اجيت لهون لانه حسيت انه العجقه كانت كثير مأثره على الحكي. بظن هون حتفهموا لي اكثر وحيتوضح الامور اكثر. حبيت احكي اخر شيء بالنسبه لموضوع البنات. انا بنصح طبعا الاهالي اللي بدها تجيب عائلتها ان كانوا اولاد ان كانوا اي شيء، لازم تعرفوا المطاعم والاماكن اللي انتم عم تروحوا عليها ان كان على طريق الانترنت او اي شيء. لازم تتاكدوا من المطاعم اللي انتم رايحين عليها، لانه في كثير مناظر للاسف. يعني ما بعرف شو بدي احكي، بس يعني ابدا ما بتناسب، يعني ما بتناسب ولا اي عمر، ما فيني اقول للصغار ولا الكبار، بس بالنسبه لي ما بتناسب ولا اي شخص. يعني شيء مخجل الصراحه. هدول الاماكن اللي انا عم بحكي عليها اماكن محدوده. تايلاند بلد كتير حلو، انا رايحه بكره على جزر كتير حلوه. بدي اياكم تشوفوا الفيديوهات والاجزاء اللي انا حساويها، يمكن حساوي 4 أو 5 اجزاء ويمكن اكثر ما بعرف، وحتشوفوا الشغلات الحلوه بتايلاند. بس انا حكيت كم شغله كم نقطه لازم تفهموها قبل ما تجوا تزوروا هذه البلد. طبعا ان كان بوكيت ان كان بانكوك ان كان اي مدينه نفس الشيء، تايلاند كلياتها نفس الشيء. فبتمنى يكون عجبكم، بتمنى تكونوا انتم انبسطتوا بالنصائح اللي انا عم بعطيكم اياها. واكيد يعني هيدي مهمتي مثل ما قلت لكم انه انا لازم اعطي نصيحه لحتى تعرفوا لوين تروحوا ولوين تجوا. بحبكم كلياتكم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. وهلا صار فيني اقول لكم انه كارولاين تيم از ذا بيست، وبحبكم وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي، ولا تنسوا فعلوا زر الجرس. يلا باي. Thank you.